أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ قرأ بأن صلاة الجماعة ليست واجبة ما دام الإنسان يصلي ولو صلاها في البيت أو في دكانه وغير ذلك. هذا القول غير صحيح، هذا قول خطأ. صلاة الجماعة واجبة على المسلم الذي يسمع الأذان، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولماذا بنيت المساجد ونودي للصلاة؟ وما معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ معناها هل مواقف للصلاة؟ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة الجماعة إلا لما مرض وثقل عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يأتون بالكبير السن والمريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. من هو اللي يقول إن صلاة الجماعة ليست واجبة مع هذه الأدلة؟ الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في قول من خالفها. نعم.